بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله الكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حنان يا منان. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل، رجل مش امرأة، تحبوا أنتم رد المرأة والرجل كيف ما يهمهمش، لا خلقا ولا جينيا ولا تركيبة نفسية ولا تركيبة مورفولوجية أي شكلية، ما همش كيف كيف الحاثات الهرمونات اللي الترانسبورتور، ما همش كيف كيف لوسيتوسين عند المرأة عند الدور غير الدور اللي عند الرجل. لي ديفرونت هرمون، فهمتني، ما همش كيف كيف. لا كيما تقول عند الرجل كمية كبيرة من هرمون الذكورة، تقول لي عند الأنثى عندها لكن بمقدار، والمقدار هذا في أسرار، ربما كان المقدار هذاك هو كنقطة انطلاق لتكوين هرمونات أنثوية. والو ما جر خي توا ما خي كيف كيف الصوبعة دي كيف كيف، وش بين كي نقول مش كيف كيف ظلمت المرأة، من أين ترى فيه الظلم دائما؟ مفهومكم معوج، يعني بيان سور انتم تكوينكم معوج، ضربكم ابليس فلا تكو في عمركم السليم، حط لكم لا علامات اللي ما لا بالغة في تشويهكم وبالغة في استلابكم روحا عاطئة من عطرة وفكر منير نحاولكم بالتمام، وبعد تحل جلغتكم بالعامية وتقولوا احنا ما نمنش بيه الرسول هذا، والكرب اغلبهم راهم في المنطقة هذايا، منطقة اللي وقت يتجبد النبي عليه الصلاة والسلام من الداخل يولي اشقى الاشقياء، يعني في اللسان هو ما كيف حد في انتسابه الى رسول الله عليه الصلاة والسلام، اما في واقع الامر الكرب هم كرب لانفسهم قبل ما يكونوا كرب لغيرهم، الا اذا كان استقاموا ورجعوا الى الرحمن يقبلهم ويقلب سيئاتهم حسنات بفضله تعالى. والسلام.